السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي. إن شاء الله تكونوا بألف خير دائما. كنبغي نشارك معكم الأمور اللي سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة. فاليوم بغيت نشارك معكم هذا العشاء الخفيف واللذيذ في نفس الوقت، مكونات بطبيعة الحال بسيطة ومتوفرة في أي منزل. كنحضر واحد الوجبة اللي سهلة وشهية كيف ديما. فنبداو على بركة الله التحضير ديال هذه الفطيرة. فأول حاجة كنحتاجو ليها هي 4 ديال البيضات. فكما كنقول لكم دائما كنبغي نشارك معكم الامور اللي بسيطه وفي نفس الوقت لذيذه. فهذه زوينه العشاء، كتجي خفيفه. فانا قدمتها في العشاء مع العصير ديال البطاطا حلوه اللي فايت لي حضرته معكم، جمعها اكثر من رائع. فعشاء صحي وخفيف في نفس الوقت وما كياخدش الوقت نهائيا ولا مجهود. فكنطرب داك البيض وكنزيد عليه كاس العنبه ديال الحليب وكنخلط الكل جيدا، وغادي نضيف ايضا نص كاس ديال الزيت، دائما بقياس ديال كاس العنبه، كاس الحليب ونصف كاس ديال الزيت، وكنخلط الكل جيدا. فدابا غادي نسمو بالقليل من الابزار على حسب الذوق، وغادي ندير الملح، نص معلقه ديال الملح، وغادي نخلطهم. ومن بعد غادي نضيف الدقيق. فالدقيق تقريبا غادي نستعمل 2 كؤوس ديال العنبه. فغادي ندير الكاس الاول، ودائما الدقيق كما كنقول لكم دائما لا في الكيك لا في الفطائر، فعلى حسب نوعيه الدقيق واش كيتشرب ولا لا. ففي الاول كنضيف داك الكاس ديال العنبه كامل، والكاس الثاني غادي نضيفه بالتدريج. فغادي نضيف النصف ونخلط. فكما كتلاحظوا راه مازال عندنا العجين خفيف، لانني درت دابا غير كاس ونص. فغادي نضيف بعدا واحد 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام، فكنستعملوا 2 ديال الخمارات، وغادي نخلطهم. بعد غادي نزيد نضيف نصف الكاس الاخر ديال الدقيق. فهكا كنكون درت 2 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. فما ما تضيفوهمش في خطره حتى تبقاو تخلطوا وتشوفوا القوام ديال العجين تيكون ثقيل بحال القوام ديال الكيك اللي كيكون ثقيل شويه. فكنضيف دابا الفلافل خضرين احمرين مشحرين مع الملحه والابزار، وايضا واحد البصله اللي شلطتها وشحرتها ايضا مع الملحه والبزار. فكنشحرهم شويه ديال الزيت مع الملحه والبزار، فلفله نص فلفله حمراء نص فلفله خضراء، وواحد البصله متوسطه شحرتهم. وغادي نضيف الكاشير، من الافضل يكون الحار، الزيتون الكحل، الزيتون الخضر والمعدنوس. فمكونات جد بسيطه، كنحصلوا على واحد الفطيره اللي كتكون لذيذه لذيذه بزاف. فكنضيفوا داك الزيتون الاسود والزيتون الخضر وكنخلطوا الكل جيدا. فكما لاحظتوا كيكون هكا هو القوام تاع هاد الفطيره ديالنا. فكنجيب واحد الصفيحه ديال الفرن اللي درت لها ورق ديال الطاي، وغادي نفرغ داك الخليط. كنكون مسخنه الفرن على 180 درجه، فكنديروا له الطياب ديال الكيك، كنشعلوا عليه من التحت حتى تياخذ داك اللون الذهبي. من بعد غادي نشعلوا عليه الفران من الفوق. فدابا من بعد ما غادي نسرح العجين وغادي نسويه باش كياخذ واحد الشكل اللي يكون مقاد، ونحرك صفيحه الفرن باش كيتوزع داك الخليط متساوي. فغادي نجيب واحد 3 ديال القطع ديال الفرماج، وغادي نقطعهم ايضا مربعات صغار وكنضيفهم من الفوق. فكنخلي الفرماج حتى للاخير. فهكا فاش كنخلطو ما كيبقى ليناش غير في بلاصه وحده، فكما كنعرفو هو كيلتصق. فهكا نوزعوه من الفوق افضل. فخديت 3 ديال الفرماجات يمكن ليكم اكثر، وقطعتهم قطع اللي على هذا الشكل. ومن بعد غادي نجيب واحد الرشه خفيفه ديال الفرماج الاحمر، وغادي نضيفها في الوجه ديال هذا الفطيره ديالنا. فكتجي هاد الفطيرة عامرة مزيان وكتجي لذيذة لذيذة بزاف.
غادي نوزع داك الفرماج الاحمر على الوجه ديال هاد الفطيره. غادي نزيد نحك القليل من الفرماج وغادي ندخلو الفرن حتى تيطيب لينا بحال الشكل ديال الكيك. عاد نشعلو عليه من الفوق فتيكون هذا هو الشكل ديالها، فكطيب بسرعه. فتقريبا تنخليوها من تحت ثلث ساعه على نار مهيله 180، ومن بعد كنشعلو لها الفرن وكنبقاو مراقبينها غير كتاخد داك اللون الذهبي فكنخرجوها. فكنبقاو رادين مع البال باش ما كتحرقش لينا وكتبقى نسمو النكهات نتاع كل حاجه كتجي لذيذه بزاف. فدابا غادي نقطعوها ونوري لكم الشكل ديالها كي كيكون من الداخل. الفرا كتجي لذيذه لذيذه ورائعه. كما قلت لكم انا قدمتها مع عصير ديال البطاطا حلوه اللي حضرت معكم في الفيديو السابق. فبالنسبه للناس اللي ما شاهدوش الفيديو فكنتمنى انهم يشاهدوه، فهو عصير صحي وسهل وبسيط فتيكون هذا هو الشكل ديال الفطيره. كما كتلاحظوا الكاشير موزع، الزيتون موزع، كل قطعه كتكون واخده حقها وكيجي الشكل ديالها على هذا الشكل كما كتلاحظوا. فكنتمنى انها تعجبكم، وكيف ديما الى عجبكم الفيديو فما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن الاشتراك ديالكم في القناه الا كنتو جدد. فشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.